للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. أستاذ جميل، يعني مصر ورواندا ومجالات تعاون جديدة مشتركة، كيف ترى هذه الزيارة الهامة وما يمكن أن تقوم به من تعظيم التعاون ما بين البلدين؟ هو بالفعل هي زيارة هامة جدا في توقيت هام. طبعا احنا عارفين ان مصر من عام 2014 حتى وقتنا هذا هي ليها دور كبير جدا في التنمية داخل القارة الأفريقية، وأقامت علاقات قوية مع الدول الأفريقية، وكان لمصر دور مهم عندما تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، وقدرت ان هي توصل الصوت الأفريقي للعالم كله. طبعا مصر في مع الدول الأفريقية في علاقات ممتدة، علاقات تاريخية، العلاقات كلها بتصب في مصلحة تنمية القارة الأفريقية وتنمية الدول الأفريقية وتعظيم دور القارة الأفريقية على مستوى العالم في كافة المجالات. طبعا لقاء الرئيس النهاردة مع رئيس رواندا هو زي ما قلت لحضرتك هي زيارة مهمة في العديد من الملفات واللي تم مناقشتها اليوم، وكلها ملفات مهمة جدا زي ملف سد النهضة اللي تحدث عنه الرئيس ودائما ما يتحدث عنه، وعن حق مصر المائي وعدم الانفراد بأي قرار وحيد يؤخذ من أحد الأطراف يؤثر على الأطراف الأخرى، بالإضافة طبعا إلى ملف الإرهاب وهو ملف مهم جدا وعانت منه القارة الأفريقية، وهو كان لمصر دور رائد منذ عام 2016 عندما قررت مصر عقد اجتماع لوزراء دول الساحل والصحراء في شرم الشيخ ومواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسللت داخل القارة الأفريقية وأثرت بشكل كبير على عملية التنمية وعملية الاستقرار. وأيضا تم إنشاء زي ما سيادة الرئيس تحدث اليوم عن إنشاء مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء الذي أقيم في القاهرة، ومصر قدرت أنها تدرب أكثر من 2000 ضابط من دول الساحل والصحراء، وأيضا إجراء مناورات عسكرية مع دول الساحل. طبعا كل ده من أجل تحقيق الاستقرار، لأن وجود الإرهاب ووجود تنظيمات إرهابية في الدول الأفريقية كل ده بيأثر على عمليات التنمية، بيأثر على السلم العام، بيأثر على التقدم الاقتصادي لأي دولة. فده من الملفات المهمة جدا اللي مصر بتلعب فيها دور كبير جدا من أجل تحقيق الاستقرار والقضاء على التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود اللي تم زرعها في القارة الأفريقية. نعم. طبعا بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدولتين طبعا ده شيء مهم، وفي تزايد في هذا الملف بشكل كبير. وأيضا بالنسبة للاجتماع الذي المؤتمر الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في نهاية العام الحالي، طبعا ده شيء مهم جدا، وإن مصر تكون دولة رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر أو حماية البيئة وحماية المناخ على مستوى القارة الأفريقية وتعممها. نعم، لكن دعني أعود مرة أخرى للقوى الضاربة في أي مجتمع أو طاقاته، الشباب، وكيف يمكن البناء على الكوادر البشرية المؤهلة ذات الخبرة في بناء الدول الأفريقية؟ هو طبعا الاهتمام بالشباب ده شيء مهم جدا في إعادة بناء الدول اللي بيبنيها هم الشباب. طبعا الخبرة متواجدة، ولكن الشباب هم بيعيدوا بناء الدول مرة أخرى. لكن احنا وفي على فكرة التجربة الرواندية تجربة مهمة جدا في إعادة بناء الدولة مرة أخرى. الشباب طبعا في تنسيق، والنهارده شفنا في اتفاقيه تمت بين مصر ورواندا في مجال الشباب لاعاده تاهيل الشباب طبعا واعاده تدريبهم طبعا على المستوى الرياضي وايضا على المستوى التدريبي. يعني احنا لو هنشوف ان ممكن يكون في خبرات رواندية يتم تدريبها في الداخل المصري، او الخبرات المصرية يتم الاستفاده منها في رواندا، زي ما طبعا
مصر قدمت او كان ليها دور كبير في العديد من الدول الافريقيه مثل السد في تنزانيا، وايضا الشركات المصريه التي بتقوم بتنفيذ المشروعات القوميه الكبرى في العديد من الدول الافريقيه من اجل التنميه الشامله في تلك الدول. اذا والشباب واعاده تدريب الشباب الافريقي طبعا ده شيء مهم، واكيد بيستفيد من الخبرات المصريه في كل المجالات. الوجهة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص بالشكل الفعل والأمثل، ما يمكن أن يضيفه في مجال الاستثمار ما بين الدولتين مصر ورواندا، وتشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية النطاق الأوسع في إطار اتفاقية التجارة الحرة؟ هو بالطبع الشركات الخاصة لها دور كبير ولها دور محوري في العلاقات المصرية الأفريقية ككل، وليها الشركات المصرية بتقوم بالاستثمار في العديد من الدول الأفريقية، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده أنها بتساهم في زيادة التنمية داخل الدول الأفريقية، وأيضا بتعود على النفع للبلدين. فأعتقد وفي نماذج كتيرة جدا من الشركات المصرية المتواجدة في الشركات الخاصة المتواجدة في العديد من الدول الأفريقية. طبعا وجود شراكة أو وجود شركات خاصة في رواندا في مجال الاستثمارات، في مجال البنية التحتية، في المجالات كافة، كل ده بيعود بالنفع على دولة رواندا، وأيضا بيعود على النفع على الدولة المصرية، ومن ضمنها أيضا نقل الخبرات إلى رواندا واستفادة الدولة في إعادة البناء وفي التنمية الشاملة اللي بتشهدها القارة الأفريقية في الوقت الحالي. نعم أستاذ جميل، القوى الناعمة وما يمكن أن تضيفه أيضا في مجال توطيد هذه العلاقات الخاصة؟ هي القوة الناعمة ده شيء مهم جدا ويجب أن تستفيد منه كافة الدول. القوة الناعمة من خلال الإعلام، من خلال أيضا البعثات اللي بتنفذ من خلال الأزهر الشريف اللي متواجدة في كافة القارة الأفريقية وفي جميع الدول. كل ده بيعيد أو بينمي العلاقة بشكل كبير بين مصر ورواندا أو مصر والدول الأفريقية بشكل كامل، والوصول إلى علاقات قوية، علاقات مترابطة من أجل مواجهة التحديات اللي بتخوضها القارة الأفريقية. إحنا في تحديات كثيرة جدا بتخوضها القارة الأفريقية على كافة المجالات، فوقوف الدول الأفريقية بجانب بعضها البعض والاستثمار بشكل كبير في البشر والاستثمار الاقتصادي أيضا هيعيد بناء الدول الأفريقية ويجعلها تقف أمام التحديات. احنا شايفين أن الدول الأفريقية كلها للأسف شديد بتعاني في مجال المناخ، وسيادة الرئيس تحدث كثيرا أمام قمة بلاسكو عن أن الدول الأفريقية هي الدول التي تعاني من الأكثر تضررا. نعم أكثر القارات تضررا. فبالطبع وجود الدول الأفريقية كلها متحدة وعلى قلب رجل واحد من أجل الوصول إلى التنمية الشاملة، من أجل وصول مواجهة التحديات الكثيرة. طبعا القوى الناعمة ليها دور، الإعلام ليه دور، الأزهر الشريف ليه دور، الكنيسة المصرية ليها دور كبير جدا، العلاقات الرياضية كلها طبعا من القوى الناعمة. كل ده بتجعل العلاقات مترابطة، بتجعل العلاقات قوية بين الدول بعضها البعض. نعم، كيف كان لكل من مصر ورواندا الدور التنموي والتجربة الناجحة في المجال الاقتصادي، ومن ثم أصبحت مثل يحتذى به لكافة الدول الإفريقية؟ هو بالطبع رواندا ليها تجربة رائدة في إعادة البناء مرة أخرى وإعادة التنمية مرة أخرى. احنا شفنا للأسف الشديد كان من سنوات، من أقل من 20 سنة، كان في صراع داخل رواندا وقتل في مئات الآلاف بين صراعات إثنية بين الهوتو والتوتسي، وكان تحولت الدولة إلى دولة لصراعات داخلية وحرب إثنية
فأعيد بناء دولة رواندا مرة أخرى، وإدخال العديد من التكنولوجيا داخل الدولة، ويدرس أنها في سنوات بسيطة جدا أنها تحقق تنمية شاملة وتعيد بنائها مرة أخرى، وتنبذ العنف وتنبذ الخلاف داخل الدولة. أما بالنسبة للدولة المصرية فالتجربة المصرية واضحة جدا، تجربة التنمية المصرية هي أصبحت نموذج مش على مستوى أفريقيا فقط ولكن على مستوى العالم، أن في خلال 7 سنوات أو 8 سنوات فقط تم تحقيق فيها العديد من المشروعات الكبرى. أصبحت مصر في الوقت الحالي دولة محل اهتمام دول العالم في تجربتها التنموية، في إعادة بناء الدولة، في الاهتمام بالمواطن المصري، في القضاء على العشوائيات، في برنامج مبادرة حياة كريمة اللي تصل لكل المواطنين المصريين. أيضا مصر أصبحت في الوقت الحالي ركيزة يعتمد عليها العالم في عملية المحافظة على البيئة والمحافظة على المناخ، بدليل أن مصر ستستضيف في نهاية العام الحالي قمة المناخ. أيضا مصر لها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، وأنها استطاعت أنها تقضي على التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، حاربة الإرهاب نيابة عن العالم، وحافظة الأمن والاستقرار مش في مصر فقط ولكن مصر وفي دول شمال المتوسط وفي البحر المتوسط. أيضا التجربة المصرية تجربة رائدة في كافة المجالات، وأيضا التجربة الرواندية هي تجربة رائدة في إعادة بناء الدولة بعد صراعات إثنية بين الأطراف المختلفة داخل الدولة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي.